بداية أسأل الله عز وجل في هذه الأيام المباركات أن يفرج همك وأن يفتح عليك من واسع فضله، فأنت طيب وتستحق كل خير، اللهم أمين. هذا الرجل أحبتي في الله اسمه جيمي أوليفر، طلب وجبة من ماكدونالدز وبعد أن أكلها سأل نفسه كيف يعقل أن هذه القطعة من اللحم الموجودة في الوجبة رخيصة لهذه الدرجة؟ يعني لو اشترى نفس القطعة من جزار وطبخها بنفسه لكانت بأربع أضعاف سعرها الحالي، تفكر هذا الشخص. فذهب هذا الشخص واشترى وجبة أخرى، ولكن هذه المرة قرر أن يحللها في المختبر بدل أن يأكلها، ليجد أن تلك القطعة من اللحم الموجودة في داخل وجبته ليست لحم. كيف ذلك؟ نعم، هي عبارة عن مجموعة دهون حيوانية أو ما تسمى باللحوم المعالجة من خلال هيدروكسيد الأمونيوم، يعني عبارة عن خليط من غازات الأمونيوم والماء. بغض النظر، فرفع هذا الرجل قضية على سلسلة هذه المطاعم، وبالفعل بعدها أعلنت سلسلة هذه المطاعم أنها توقفت عن استخدام اللحوم المعالجة بهيدروكسيد الأمونيوم. انتهت القضية، ولكن لماذا لم نسمع عن هذه القصة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ ببساطة أيها الحبيب، لأن أغلب ما نأكل هذه الأيام هو معالج وليس كما ترى. على سبيل المثال، في مطاعم الوجبات السريعة تجد أنك تستطيع أن تأخذ مشروبات غازية بالقدر الذي تريد دون تكلفة إضافية، يكون الأمر عبارة عن ماكينة وأنت تملأ المشروب الغازي الخاص بك بالكمية التي تريد دون فرق على السعر. ولكن لو أردت أن تطلب مثلا في مشروب مثل لبن الرائب مثلا، سيطلب منك تكلفة إضافية لأن تلك المشروبات أيضا معالجة. وبالتالي ليس من الغريب أن تجد أن ثالث أكثر سرطان انتشار في العالم هو سرطان الأمعاء الغليظة. وعندما تبحث عن سرطان الأمعاء كشخص يعني يحب أن يثقف نفسه ويتعلم، تجد أنها منتشرة أكثر في الدول المتقدمة، وتفكر حينها قليلا وتقول أن الدول المتقدمة هي الأكثر شهرة في الوجبات السريعة أو الوجبات المعالجة. ولو تفكرت أكثر تجد أن الأجهزة التي نستخدمها كأطباء في تشخيص سرطان الأمعاء أكثر دولة تصنعها في العالم هي أمريكا، هي أكثر الدول المتقدمة وأكثر الدول التي تقدم الوجبات المعالجة وأكثر دولة لديها حالات إصابة بهذا السرطان. يعني لو قلت لك أخبرني ميزة واحدة عن الدول الغير متقدمة أو الفقيرة، ستقول لأنها الأقل تعرضا للإصابة بالسرطان وخصوصا سرطان الأمعاء الغليظة. لأنك لو تمعنت في طعام الدول الغير متقدمة تكاد لا تخلو مائدة الطعام لديهم من الشوربة وزيت الزيتون والسلطة إلى آخره، صحيح؟ وهنا نصل لمحور الحلقة، معدل السرطان في الدول العربية الأقل على مستوى العالم. ليس لأنها دول غير متقدمة، فأغلب بلادنا العربية لا تعتبر من الدول الفقيرة أو الغير متقدمة، ولكن السبب يعود لعوامل كثيرة من أهمها الوجبات الصحية التي تصنعها أمهاتنا لنا. والسبب الثاني هو الصوم الذي يعمل على ضبط الجهاز الهضمي بعد سنة كاملة من إجهاده بالوجبات السريعة والمعالجة. هذا الأمر جعل مجموعة من العلماء الألمان يجرون دراسة على هذه النظرية، يعني أن من يصوم يكون أقل تعرضا للسرطان وبالتالي يعيش مدة أطول. اللهم لا حسد طبعا. وبالفعل تبرع لهذه الدراسة 1400 شخص تقريبا، وطلب منهم أن يتبعوا نظام للصيام معين خلال مدة سنة، بحيث تكون فترة الصيام من 4 إلى 21 يوم. ثم بعد سنة أجريت فحوصات للدم قبل الدراسة وبعد الدراسة، وكانت النتائج الصادمة. بالمناسبة نتائج الدراسة نشرت في مجلة بلس العلمية الشهيرة. لاحظ العلماء انخفاضا كبيرا في ضغط الدم، كما ساهم الصيام في تعديل نسبة الدهون والجلوكوز في الدم، ومعلومات كثيرة أتركها لك في الوصف. ولكن الذي لفت انتباهي من بين كل المشاركين في الدراسة أشخاص كانوا مصابين بمرض التهاب المفاصل، وكان هناك تحسن على حالتهم الصحية بعد الصيام. وقبل أن تقول يا محمد أنت بتبالغ، يعني شو دخل الصيام بمرض مزمن مثل التهاب المفاصل؟ هذه ليست أول حالة. هذا الرجل مثلا قبل هذه الدراسة بعشرات السنوات كان يعاني من التهاب المفاصل، ولم يستطع الطب في وقته وعصره أن يساعده في تخفيف معاناته حتى صام. فجاله واحد وقال له You should go on a fast. He said what? فصام لمدة 19 يوم، وسبحان الله في اليوم 19 he had kind of a miracle. All of a sudden he could move all his joints. لذلك تجد أن الصوم أصبح وسيلة علاج لدى الغرب، حتى أن هذا الرجل أسس مركز كامل سماه الصوم العلاجي. والصيام لا يحميك فقط من سرطان القولون الذي قلنا أن ترتيبه الثالث على مستوى العالم، بل يحمي النساء أيضا من سرطان الثدي الذي يعتبر ترتيبه الثاني على مستوى العالم، سرطان خطير جدا. دراسة أمريكية حديثة جاء فيها أن الصيام عن الطعام لمدة تزيد عن 13 ساعة يمكن أن يكون استراتيجية بسيطة وفعالة لحماية السيدات من الإصابة بسرطان الثدي. هذه الدراسة لباحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، أيضا رابطها تجده في الوصف. كل هذا الكلام يعني لم يجذب انتباهي، حتى وصلت إلى دراسة تقول أن الصيام يطيل العمر.
تخيل. لا هيك أوفر الصراحة. طبعا الأعمار بيد الله، ولكنهم اعتمدوا على أن الصيام ينشط وظائف الخلايا الجذعية ويضاعف مقدرتها على النمو والتجديد والإصلاح الذاتي. نشرت هذه الدراسة أيضا في مجلة سيل ستيم سيل العلمية المشهورة. يعني المفروض في هذه الدراسة أن المسلمين يجب أن يكونوا أكثر المعمرين على الأرض، لأنهم بصيامهم لا يتعرضون لإصابة بالسرطان وبالتالي لا يموتون مبكرا. صحيح؟ لا ليس صحيحا، لأننا كمسلمين هل بالفعل نصوم بالشكل الصحيح؟ أقصد من ناحية غذائية وصحية، ليست من ناحية دينية، فإنه هي يعلمها الله فقط. لأنك عندما تتمعن في شكل إفطارنا تلاحظ أنك خلال 10 دقائق تقوم بملء معدتك بشكل كامل، حتى لدرجة أن بعضنا يحتاج أن يتمدد بعد الإفطار من شدة التخمة. بالمناسبة هذا المنهج الذي يستخدمه لاعبي السومو اليابانيين في زيادة وزنهم، وهذا أمر غير صحي إلا إذا كنت تريد أن تصبح لاعب سومو. بالحديث عن اليابان، هي أكثر دولة في العالم بها معبرين، عددهم الآن في اليابان 86,000 شخص. هذا عدد أشخاص يعيشون فوق 100 عام، ولكن تتخيل وهذا العدد في تزايد. أكبرهم امرأة اسمها كاني تاكانا، حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية عمرها 119 عام، هي أكبر معمرة في على وجه الأرض. يعني أنت الآن لو عمرك 19 سنة هي الفارق بينك وبينها قرن من الزمان. ما شاء الله، ما بدنا نحسدها. وعندما تستغرب وتسأل ما سبب ذلك، أنا أريد أن أعمر أيضا، تجد الجواب في غذائهم. مثلا لديهم حمية مشهورة اسمها أوكيناو، تعتمد على أغذية شبه نباتية وخفضة الدهون بحيث يقلل من استهلاك السعرات الحرارية لديهم. لذلك سمعت مرة مقولة تقول أي شخص يستطيع أن يصوم، ولكن ليس كل شخص يستطيع أن يفطر، يقصد أن يفطر بالطريقة الصحية الصحيحة. لذلك حاول من الغد أن تفطر بهذا الشكل، بالطريقة التي سأخبرك إياها الآن. بمجرد أن يؤذن المغرب، خذ حبة تمر وماء وافطر عليها. بالمناسبة هذه سنة نبوية. بعد ذلك قم وصل المغرب، ثم عد وتناول الإفطار، ولكن لا تملأ معدتك بشكل تام، يعني اشبع ولكن ليس لحد التخمة. ثم بعد ذلك اذهب واخرج مع أصدقائك، أو اذهب إلى الجيم، أو ادرس، أو اعمل أي شيء، المهم شيء به حركة، يعني تحرك. ثم إذا عدت للمنزل بعد عدة ساعات من الإفطار، تناول وجبة خفيفة أخرى، ولا تنسى السحور أيضا. وهكذا تحافظ على وزنك وصحتك وتطيل بعمرك بإذن الله تعالى. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.